من مدينة حلب نقل إلى الخرطوم مهنته التي ورثها أبا عن جد. محمد نديم أنشأ مصنعا يعتبر الأول من نوعه في السودان لتصنيع آلات تعبئة وتغليف المواد الغذائية والتي كانت تستورد من الخارج. أصبح عندنا هون في السودان تصنيع مكنات محلية تضاهي المكنات الأوروبية بفضل الله. أمننا على صاحب المصنع أمننا عليه كتير أشياء، من بيناتهم الصيانة، الصيانات الدورية، الضمان، منقدم ضمان للمكنة. يعمل في المصنع عشرات العمال السوريين والسودانيين والذين استطاعوا بحرفيتهم العالية تصنيع وصيانة الآلات على أحسن وجه. نبدأ من الساعة 8 لحد الساعة 6، نصين مكن ونصنع مكن كتعبئة وجميع المواد الغذائية، نصنع مكنات شيبس، خط شيبس إنتاج كامل. بكون يعني التيم بتاع الصيانة بكون يعني فتراته يعني فترات الفترة بتاعت 6 شهور هو ملتزم التزام تام وكامل بأنه يعني أي عطل أي تلف في الماكينة أنه ممكن يتحمله الشركة. الاستثمارات السورية في السودان قديمة ومتطورة وازدادت تطورا خلال سنوات الثورة بفعل تدفق العديد من السوريين إلى السودان، وتمكنوا من إدخال ثقافة جديدة بقطاع الخدمات الصناعية في السودان. توفر المنتج من غير تعقيدات الحصار، وكذلك تقلل من الضغط على الدولار والطلب عليه لاستيراد المدخلات، وأيضا توفر السبير بارت لتشغيل مصانع أخرى وتوطن لصناعات جديدة في السودان وتوفر فرص عمل، وبالتالي هي مكاسبها ليست على أصحاب الاستثمارات وإنما على القطاع السوداني بشكل كبير. التسهيلات الحكومية والقبول الشعبي للمنتج السوري ورفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية نهائيا في يونيو المقبل، كل هذه عوامل تفتح الباب لمزيد من الاستثمارات السورية الضخمة في السودان. هذه الآلات تم تصنيعها في هذا المصنع والذي يعتبر الأول من نوعه في السودان، استطاع تصنيع آلات تعبئة وتغليف المواد الغذائية محليا عوضا عن استيرادها من الخارج. محمد أبو العمرين، أورينت نيوز، الخرطوم.